لحظة، ايش اسمك انت؟ اسمه ابو بكر انا. ابو بكر ايش؟ قلت له نسلم. لا اسمه اسم العائلة ابو بكر. ابو بكر محمد صالح. محمد صالح. محمد صالح. اهلين، انت كم عمرك يا ابو بكر؟ عمري 20. 20، وين كنت؟ في بنغازي، سكن في سلسنة. شو كنت تسوي هناك في بنغازي؟ سرقومي شغال في مصنع عيال صابون. للصابون، مصنع للصابون. من متى يعني؟ اي كم من سنة لك هناك؟ تقريبا سنتين. سنتين، يعني عمرك 18 سنة وانت هناك. 18. طيب بحكي لي، بتقول لي تعرضت لاعتداء، من قبل مين تعرض للاعتداء؟ يعني مين اللي اعتدى عليك؟ يا لوبيين. ليبيين. أيوة. في اي منطقة؟ منطقة صينية. اتباع القذافي؟ تبع حرامية. ايوة القذافي. ايوة تبعين الثورة. هم الثورة. ايوة هم اللي يقول لك ان هم اللي هزوه وتعبوه وبهدلوه. الثوار البنغازيين اللي ما يدعي ان هم ثوار يعني. هم الثوار نفسهم. ليش بتقول بدعوا انه ثوار؟ بدعوا انهم ثوار، في بعضهم بالداخل مش ثوار هم. ايوة بعضهم بالداخل مع ثوار عشان يشوه سمعة الثوار. ايوة عرفت كيف؟ هيك اللي صار. صار يوقفوا لهم ايش؟ في الطرق يسرقوهم يبهدلوا الناس باسم الثوار. باسم الثوار. هذا اللي صار. طيب شو صار معك انت؟ انا فلوس 300 تقريبا، وغمام دبش وتلفزيون وحاجات كلها سرقوا مني. طيب بس انت ما كنت مرتزقه تشتغل مع القذافي؟ لا 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 ابدا 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 لا ابدا. كلكم. يعني مش صحيح هذا الكلام. شو الصحيح؟ انتوا كنتوا مرتزقه تشتغلوا؟ لا لا يعني عمال، انتوا عمال عاديين. طيب ليش كانوا يحكوا عنكم مرتزقه؟ والله انا سامعين هيك مرتزقه عشان ما شايفين اي واحد مرتزقه. ما في ولا واحد. طيب عددكم هون تقريبا قديش؟ تقريبا 3000. لا لا تقريبا مولين ونص ولا هيك. هون 3000 4000 تقريبا. 4000. ولا واحد منهم مرتزقه. طيب ليش جيتوا على مصر مش على تشاد رحتوا؟ مسكره ممنوع يعني تمروا منها. طيب شو بتقولوا للي بوصفكم مرتزقه؟ انتم مرتزقه كذابين. طيب القنوات الفضائية قاعدة بتتكلم عنكم. ما الكلام القنوات الفضائية هم اللي يجزوا الحل. الليبيين هم اللي يجزوا الكلام هذا للغاية. إنسان الليبيين وخلاص وتنشر هذا. زي مين مثلا؟ مثلا يقولوا الليبيين مرتزقة، هذا الكلام هذا كذب مش موقف هذا. أيوة. في كل القناة الكلام هذا كذب. كذب. أيوة وهم اللي يعتدوا في الناس، الإنسان يلبسوه أو طاقين فيها طواق صفر يعني. وصفوا به إن المرتزقة طواق صفر ويقول هذا هو مرتزقة غصبا عنك يعطوك لباس تلبسه. خلاص يدزوك في الشارع وخلاص يشعشوك هذا مرتزقة هذا مرتزقة. يعني هم اللي بلبسوك الثوار. الثوار شباب يا ثوار. الثوار. أيوة. بالقوة. أيوة بالقوة غصبا عنك أنت، لو قال لك تطلع ثيابك كله تطلع. غصبا عنك. أيوة تفضل. تروق وإما تقدم في شركة. أي شركة؟ شركة وطنية. الوطنية. شو هاي الوطنية؟ 30 نفر قاعد شباب في الليل جا ويقبوك في السلاح ناخذ تربنات ياخذ فلوس. مين هم؟ شباب تربلت. بنغازي. ايوه دقوه حاجات كلها ياخذوه، ونحن بروحه بس طالعين تو جايين من هنا مصر وكما ودوه بلد بس. طيب وياخذوا فلوسكم فلوس التليفون، ونحن دقوه كل الصلاه عندي شباب 15 20 سنه كله عندي قايل كله في الصلاه. كله مرتزقين كله. ايوه اي حاجه نحن جايين نسافر بغتوه مصر. طيب يعني هم يلبسوكوا اللباس. أيوة. ويرموكوا بالشارع. أيوة. ويصيروا يقولوا انتم مرتزقه. هذا مرتزق والعالم كله تسمع، لما العالم كله يجتمع فيك خلاص يقولوا هذا مرتزق هذا مرتزق، اللي داروه يديروه خلاص هم. ايوه انت غريب، انت غريب وكنت وهم مواطنين تقدر تقول لهم شيء؟ ما بتقدر. يتم تصويركم بالكاميرات التلفزيون؟ نعم. اي قناة؟ قال قاتلين 23 واحد في الطريق. شو اي قنوات؟ قناة جزيرة. شو مالها؟ ايش تعمل؟ نعمل شيء نحن جزيرة بس أمل نحن السكين كله يأكلوا منك. بس جزيرة وزة جزيرة. لحد هنا حد الكرامة الصح بس. أيوه. وهي اللي بتقول عنكم مرتزقة. أوكي. هي والعربية. بالذات يعني هي تبقى العربية تبغى تشتهر
على حسابنا نحن. ايوه. فايش بنسوي حالة ايش هي مع السوار. ايوه. عرفت كيف؟ وتقعد تشوه سمعتنا نحن على حساب ال ال عشان مش م... يعني مش ماخذين وضعهم فين؟ في القطر. والجزيرة؟ الجزيرة هي صراحة بيني وبينك صارت تكيد بميكيالين. بتكيد بميكيالين حسب ايش؟ على حسب اللي هي انك انت فتحت لها مكتب ممكن تتجمل معك، ما فتحتهاش مكتب ما تقعدش تتجمل. طب كانت الجزيرة والعربية تقول عنكم انتم مرتزقة، شو بتقولوا للجزيرة؟ شو بتقولوا لها؟ كذب؟ كذب كذب واحتيال كله. انت متاجر حساب اللي احنا صار تاجر حساب اللي احنا مرتزق يسمونه عشان بده ياخذ ايش؟ يعني بده ياخذ منصب ولا بده ياخذ الحساب اللي احنا بده؟ انهم هم ايش؟ احنا على حساب اللي احنا. احنا ما نقاش الكلام هذا سواء عربيه ولا الجزيره، بيقولوا الحق هم، احنا كنا بنغازي. نعم. عرفت كيف؟ بيجيبوا لك 10 انفار جالسين عند البحر بيسووا فيهم ايش؟ هذا اعلاميه ومش عارف على حسابنا نحن، بيجيبوا لنا احنا مرتزق، نحن مش مرتزق نحن، نحن جايين ناكل عيش، نحن جايين مرتزق. انت من اي سنه موجود في ليبيا؟ موجود في ليبيا من 2008. نعم. عرفت كيف؟ يعني لك بحدود الثلاث سنوات. ثلاث سنوات وشو كنت تشتغل؟ بشتغل ميكانيكي انا. ميكانيكي. ميكانيكي. ويجوا غصبا عنكم يعني يجيبوك للشارع ويصوروكم. لا هذا تو هنا. الايام هذه اللي صار ايش من بعد 17 شهر ما ادري اللي بسموه هيك صار تعب فينا نحن. هم أصلا من أول كانوا مش عايزين أنا. عرفت كيف؟ من أول مش عايزين عندهم مصمم، مش عايزين سود بكي، عندهم عنصرية. عندهم عنصرية. عندهم عنصرية كيف عندهم عنصرية؟ من أول ما يبناش مصمم، مش من تو، من أول ما يبناش. واللي يجوا يطلعوا فرصة حكومة طلعت من بلدها، لقوا فرصة طلعوا حكومة، بدأوا يبوا يقاتلوا فضنا على كيفهم. نعم. استغلوا في السود عشان إحنا ما عندناش حد، يعني تو دحين بكتر فينا نحن هيك، لو كان يقدر يقتلوا أمريكا هيك هم؟ ولا يقدر يقتلوا فرنسا هيك؟ عشان نحن حكومتنا ما تسأل عننا. ما تسأل عننا. وتو في المحكمه دحين واحد جاء قال لي والله العظيم قال قاتلي في المحكمه انت اخوك انت مرتزق عندهم عنصريه بكل وين في بنغازي في بنغازي نفسه وفي الاول ما كان في كان الاول ما فشل معمر ماسكهم نعم تو خلاص ما فلتوا علينا نحن هم من الاول مش عايزين طيب هم في نفسهم هم نفسهم ليبيا في قاره سمراء هي اصلا ليبيا اصلا هم ارض سود مش ارض بيض هم نعم يجوا قبل حوالي 300 سنه 400 سنه بقعد يستعبدوا فينا نحن هي اسمها قاره سمراء مش قاره بيضاء صح صحيح طيب ليش يسوي فينا هيك صحيح طيب شو الرساله اللي بتوجهها للقنوات الفضائيه القنوات الفضائيه القنوات تتاجر باسمنا نحن نعم كلهم كذابين وكلهم منافقين كل واحد يدور على مصلحته هو نعم سواء الجزيره سواء العربيه سواء كل القنوات نعم. القناه الوحيده اللي يمكن اللي تدعي ان هي يمكن نقول ان توازن بين الناس كمان يجيبوا دائما يجيبوا السوار اللي يسموه السوار بس ليش ما يجيبوا معمر حتى لو وحش ليه ما يجيبوا له الراي حقه معمر وحش نعم معمر مش كويس جيب الراي حقه مش انت تقول راي وراي الاخر والتالي يقول لك انت مصداقيه كلهم مطلعين شعارات حساب اللي احنا طيب انتوا جيبوا تكلموا زي الناس قولوا مصداقيه ايام معمر نحن كنا ناكل ونشرب ونلبس وما في خوف ولا شيء توا في كل شيء صار ما في امن هو بيقول لك معمر عاطل معمر عاطل طيب جيب لي راي عن معمر طيب دقيقه دقيقه طيب كلام تفضل ايوه كلامه صحيح بتأيدوه طيب وانتوا شو بتقولوا للقنوات الفضائيه؟ القنوات الفضائيه قنوات مضلله. نعم. وكل واحد يدي شهره على حسابه. ايوه. عشان ايش؟ هذه كلها مصالح هي صارت حكايه مصالح القنوات هذه. ما فيش حقيقه، ما فيش. ما تصدقش. حرام يداوم البحر.